بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم علينا وعلى جميع الأهل في سوريا، سواء كانوا نازحين ولا بالشتات ولا بالخيمات، ومنهم رمضان كريم عليكم. إن شاء الله رمضان يكون خير علينا وعلى جميع المسلمين في سوريا خصوصا، وإن شاء الله ما بيجي العيد إلا الكل رجع على بلده وخاصم بلده. نحن تابعين للجنة الإغاثة والمهجرين تابع المجلس المحلي الثوري في مدينة دارو. قلنا بفكرة إفطار صائم، وبلشت الفكرة معنا متواضعة، بعدين الله فتح علينا وجانا دعم من هيئة إغاثية من صار من أهل البلد، وخذنا المغتربين من برا البلد ومن أهل البلد مساعدة، وكبر المشروع. المشروع قمنا بنغطي إفطار صائم لحوالي 400 عائلة مقيمة بالمراكز والتجمعات والجوامع. الحمد لله نحن اليوم ثاني نهار رمضان، والعمل ماشي على احسن ما يرام، والخير كثير الحمد لله. ان شاء الله الله يقدرنا ونتابع لنهايه الشهر ونخدم اخواننا المهجرين ونساعدهم ونخفف عنهم ظروف معاناتهم وهجرتهم. الله يعطيكم العافيه والله يعطيكم العافيه. المشروع بشكل عام الهدف الاسمى منه انه هو شيء، يعني انه يشعر الاخ الوافد الى مدينه قارة بالمواساة، نحن نشعر بشعوره انه هو تهجر من بلده وقاعد بمكان غير مناسب وقاعد بجو غير مناسب، فنحن برمضان شاعرين بشعوره، ما هو نحن بدنا نقعد ببيوتنا ناكل ونشرب وهو قاعد يعني قاعده غير لائقه. هذا رقم واحد. رقم ثاني انه المشاركه في الاجر والثواب اللي وعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، انه من فطر صائما كان له مثل اجره. فهذا الجهد وهذا النشاط الشيخ من الشباب كلياتها، سواء متبرعين جسديا ولا ماديا ولا اي نوع انواع التبرع او سياره او اي شيء، انما هو بغايه الحصول على الاجر والثواب اللي وعد فيه النبي صلى الله عليه وسلم.